ضمن مشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية اللي بتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، تم عمل زيارة ل 200 فتاة لمدينة العريش بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر. تم تنظيم عدد من الفعاليات واللي بدأت باحتفالية بالملابس التراثية لمختلف أقاليم مصر وعدد من الورش وأيضا الاحتفالات. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من المخرج أحمد السيد المشرف على مشروع أهل مصر. صباح الخير على حضرتك يا فندم، ويعني بعد التحية طبعا في البداية خلينا نتعرف على مشروع أهل مصر وأيضا تفاصيل ملتقى المرأة اللي بيتم تنظيمه في العريش يا فندم. صباح الخير يا زميلة. صباح الخير يا محمد. أهلا. صباح الخير على مصر كلها. مشروع أهل مصر هو مشروع بيهتم ببناء الشخصية المصرية، بناء الإنسان. احنا عندنا 7 أماكن حدودية، يعني عندنا مطروح، سيوة، الوادي الجديد، شلاتين، وحلايب، وشمال سيناء وجنوب سيناء. المشروع بيهتم بان احنا نشتغل على الانسان، علشان كده السلوجان بتاع اهل مصر يهمنا الانسان. نشتغل عليه على مستوى 3 مستويات مهمين جدا. احنا عندنا فئات عمريه مختلفه، يعني احنا عندنا طفل وشباب ومراه. احنا عملنا الاسابيع السابقه للشباب وللطفل، ودلوقتي احنا في ملتقى المراه اللي هو بيتم في سيناء. قررنا ان احنا نتوجه لسيناء لان احنا بنمر ب 50 سنه انتصار اكتوبر، فقلنا ان احنا ده يعني سبب اساسي ان احنا نقدر نتوجه لسيناء شمالا وجنوبا، علشان نقابل اهلنا هناك بعد العشر سنين الاجازه اللي هم عدوا عليهم بسبب الارهاب ومكافحته. فكان الاتجاه هناك ان احنا رايحين للبني ادمين، احنا بنشتغل عليهم بشكل منتلي، يعني بنتعامل على دماغهم شويه، انه ازاي يعمل مشروع، ازاي يفكر فيه، ازاي نتعامل مع مشاكلنا النفسيه والصحيه، كل دي بتحصل بشكل ندوات صباحيه يعني، زائد ان احنا بنعمل مشاريع حرف يدويه، ازاي يستخدم ايديه، مهارات في اليدويه، خياميه ومكربيه وجلود وقشره خشب وكل الحاجات اللي يقدر يستخدم فيه مهاره يدويه تضيف له. وبعدين المهارات الوجدانيه الخاصه بالفن والشعر والمسرح وكتابه القصه والسيناريو وصناعه الفيلم، بحيث ان هو يطلع من الملتقى عنده مهاره ما، مهاره يقدر يستخدمها، يقدر يصيغ مشروعه المستقبلي، سواء حتى لو بقى دكتور يبقى قادر يصيغ فكرته، لو بقى مهندس يبقى قادر يصيغ فكرته، يعني احنا مش عايزينه يطلع حاجه من اللي احنا بنعملها، احنا بندي له مهارات يواجه بيها سوق العمل ويواجه بيها مستقبله القادم. بنعمل في وسط الملتقى ده مجموعه زيارات للمكان اللي احنا فيه. احنا عملنا زياره للكتيبه 101، وحصل لنا ندوه ثقافيه من ست اللواء اسامه الغندور، كانت في منتهى الجمال، لان احنا شفنا هناك حقائق ممكن الناس ما تبقاش شايفاها لقسوتها، لكنها مرحله لبدايه جديده، بدايه جديده نقدر نشتغل عليها. رحنا طبعا مع معالي المحافظ في وضع اكليل الزهور على النصر التذكاري للجندي المجهول الخاص ب 6 اكتوبر وانتصاراته. عملنا برضو زياره للشيخ زويد، الشيخ زويد بتعاني معاناه شديده من القصف الايام اللي فاتت والايام اللي حصلت فيهم دي ايام الارهاب. ورحنا قريه ابو عراج، قريه ابو عراج دي كانت اخر معاقل الجماعه الارهابيه والتكفيريه في سيناء. كانت عايشين قاعدين مدمرين طبعا البنيه التحتيه، مدمرين الزراعات ومدمرين. رحنا بال 200 فتاه وطبعا 50 مشرفين معاهم، وزرعنا 250 شجره، شجره زيتون مثمره، وبدانا الولاد يزرعوا بايديهم مشاركه في التنميه. فعمليه التشجير هي برضو جزء من برنامجنا، ان احنا بنعلم الولاد ازاي يبقى عندهم نوع من انواع التطوع والعمل التطوعي، اشتغلوا عليه ازاي. فعملنا الزياره في ابو عراج دي، واهلها طبعا عايز اقول لك كرم الضيافه وحفاوه الاستقبال كان حاجه لطيفه جدا. ان الولاد كمان اللي جايين من المحافظات الحدوديه عندهم صوره على ان الدنيا هنا غير امنه. فهو دلوقتي نزل بنفسه، راح عمل الزيارات وشاف الناس وقابل السيناويين شمال سيناء، وعرف ان الدنيا لا، ما فيش كل الكلام اللي مش واصل حتى الان، فكره الامان لسه مش واصله حتى الان، لكنها حاصله على الارض. وعملنا زيارات ثانيه، يعني رحنا الاماكن بقى، رحنا الشواطئ، النهارده رايحين المينا الجديد في العريش، وده مكان يعني لسه هيتم افتتاحه وتدشينه، علشان نشوفوا ازاي البنيه، يعني البنيه التحتيه بتتم مع بناء الانسان للافكار. لان الولاد دول لما هيرجعوا بلادهم هيبقى عندهم صوره حقيقيه عن الواقع الفعلي، بتقول ان احنا في بدايات التطور والتنميه اللي حاصله في سيناء. عندنا كمان حاجات كتير، بس انا مش عارف يعني عايزين تسالوا على ايه تاني. عايزين نسال على كل حاجه متعلقه يا فندم بالنشاط اللي حضرتك بتقوم بيه، لكن اشرت انت لنقطه مهمه برضو، فكره ان هم زيارات الميدانيه لشمال سيناء، وازاي هم هيرجعوا يحكوا كمان لزمايلهم، هيرجعوا يحكوا لاهلهم عن تغيير الصوره الذهنيه الخطا اللي موجوده عن سيناء بشكل عام. لكن حضرتك قلت انه في عدد كبير من الفتيات، وصل ل 200 فتاه بيشاركوا بازياء تراثيه، من اي محافظات بيشاركوا، وطبيعه هذه الازياء التراثيه لان هي مختلفه عندنا بالمناسبه من محافظه لمحافظه اخرى؟
احنا المحافظات الحدوديه والطبيعه الصحراويه عندهم ثقافات مختلفه، ثقافات متميزه، يعني في فرق كبير بين الزي السيوي والزي المطروحي وزي الوادي الجديد وزي شلاتين وزي شمال سيناء، الفروق في الزي. فاحنا قلنا ان وضع اكليل الزهور على الجندي المجهول، ما المانع انه يبقى مشاركه ثقافيه بزيهم اللي هم بيختاروه؟ فالولاد اختاروا ان كل واحد يلبس الزي الرسمي بتاعه، منه انه يعرضه بشكل مختلف. هو على فكره جميل، ولو في صور ابعتها لحضرتك، حاجه في منتهى الجمال. احنا عارضينها دلوقتي بالفعل على الهواء يا استاذ احمد. احنا على الهواء تمام. هي قصدي انه الزي كمان كان عاطي فكره انه الثقافات البعيده دي، الصحراويه البعيده البدويه اللي هم بعاد عن بعض، لما تقابلوا احنا حسينا قد ايه انه مشاركه فعليه للولاد بزيهم الفعلي وهم بيضعوا اكل الزهور. الحاجه اللطيفه كمان ان هم عندهم اكلات شبه بعضيهم ومختلفه شويه من هنا لهنا لهنا. احنا عاملين كمان ورش فنيه في الاكلات، في الزي، في الغرزه ذات نفسها، الحرف اليدويه بتعلموا الغرزه المختلفه، ليه هنا مختلفه عن هنا؟ طب هنا مميزاتها ايه؟ طب هنا الوانها ايه؟ فهم بياخدوا ثقافات بعض وبيرجعوا بيها، بيبقى عندهم فرصه ان هم قدره دماغهم على التطوير والتنميه وما يوقفش بس عند خط واحد. طيب استاذ احمد، معايير اختيار الفتيات اللي بيشاركوا، يعني هل في معايير محدده؟ وبالنسبه كمان للمحافظات المشاركه، ايه هي المحافظات دي؟ احنا المعايير انها يعني مثلا في ملتقى المراه دلوقتي والفتاوى المراه، المعايير انها تبقى مراه، لان احنا عايزين ندي كل الناس اللي ما خدتش اي حاجه، يعني الناس اللي ما اتعاملتش مع الثقافات المختلفه. انا عايز كل الناس، يعني احنا كل اسبوع بنغير الولاد، لان انا هو لما بيرجع هو بيبقى عنده فكره عن مشروعه، عن فكرته، خد مهاره يدويه، بيرجع هو يشتغل مشروع، اجيب ولاد تانيين، لان عمليه الدمج دي بتتم بينهم وبين بعضهم وبين فتيات القاهره، دي عمليه دمج، انت عايز تدمج الثقافات مع بعض. خلي بالك التميز الثقافي اللي مصر فيه والتنوع ممتع جدا ومميز جدا طبعا للثقافه المصريه. احنا عندنا الوادي الجديد ما عندهمش بحر، فلما جم العريش وشافوا البحر، ما شفتيش انت الفرحه على وشوشهم قد ايه لما شافوا البحر بقى، لان الوادي الجديد محافظه صحراويه جنوب غرب. شلاتين وحلايب بيعانوا شويه من البعد، انهم بعاد، فلما بيندمجوا في وسط الولاد لا بيبقوا عارفين احنا لنا ايه ونعرف نعمل ايه ونتعلم ايه ونقدم لهم مميزاتنا ايه. مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء هم دول الاربع حدود، دي اركان مصر طبعا، اركان الدوله. طيب اهميه تبادل الثقافات بين الشباب ايه يا فندم؟ هو دمج ثقافي اكتر منه تبادل. الدمج الثقافي بيعمل هويه، يعني بيعيد صياغه الهويه المصريه انها هويه تحمل العديد من الثقافات. احنا عدى علينا، احنا اقدم شعوب الارض، عندنا حضارات كتير، عندنا ثقافات كتير، مش لازم ننكر واحده قصاد الثانيه، طب ما ندمجهم ويبقى ده حفاظا على هويتنا، ازاي نحطهم مع بعض ونطلع المفيد لمجتمعنا. احنا كل هدفنا ان احنا نبني شخصيه مستقره سويه تملك انها تقدم افكار ايجابيه فتطور الدوله. وزاره الثقافه بتفكر، احنا علينا عبء كبير على فكره وزاره الثقافه، لان احنا بنشتغل على الانسان أكيد. على البني ادم، على كيفيه بنائه في افكاره وفي دماغه، يعني احنا الجدار الاول تشكيل الوعي بشكل عام طبعا. طيب يعني استاذ احمد، برضو خليني ارجع مره تانية لاختيار الفتيات المشاركات. مفيش اي معيار، هو لا بعيدا عن المعايير، حضرتك قلت لي، يعني حضرتك طبعا وضحت النقطه دي، بس حضرتك قلت لي احنا يعني الفتيات بناخد الفتيات بنروح بننظم زيارات عشان دمج الثقافات وما الى ذلك. فكره اختيارهم يعني ازاي اصلا يعني البنات دي بتكون او الفتيات دي بتدخل ضمن هذه المبادرة أو بتقدر تشترك في هذه الزيارة؟ احنا عندنا زي ما حضرتك عارفة وزارة الثقافة عندها هيئة كبيرة اسمها الهيئة العامة لأصول الثقافة، نملك حوالي 540 موقع في محافظات مصر كلها، فكل محافظة من دول احنا لينا هناك مواقع ولينا هناك مشرفين، وعندنا نادي مرأة وعندنا نادي أدباء وعندنا نشاطات مسرحية وعندنا نشاطات موسيقية ونشاطات فنون شعبية وتراث شعبي، فاحنا عندنا أماكن أوريدي هناك. عن طريق المشرفين بتوعنا بنعمل كول، الناس بتتقدم بنختار منهم، بيجوا على دول تم اختيارهم فبينضموا مع الولاد التانيين وبيجوا اسبوع الدمج او الملتقى اللي احنا بنعمله. الملتقى السابق للمرأة يعني كان في اسكندريه، كان في اسكندريه. الملتقى السابق للشباب كان في العريش، وقبليها كان في شرم الشيخ. ملتقى الاطفال السابق كان في دمياط، واللي بعديه كان في شرم الشيخ، هكذا. احنا بنتبادل الاماكن وبنتبادل الدمج، وبيبقى معاهم مجموعه من القاهره والجيزه طبعا كابناء المحافظه العاصمه. فعمليه الدمج بتتم على مستوى ثقافات
حياتهم وحياتهم اليومية وتراثهم وأفكارهم القادمة. احنا بنشتغل على الحاضر والمستقبل، احنا عايزين نبني أمل عند الناس البعيدة. انتوا مش بعاد، بعد المسافات مش معناه انكم بعاد عن قلب العالم. بكل تأكيد يا استاذ احمد، دي مسؤوليتنا كلنا طبعا. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ احمد السيد المخرج والمشرف على مشروع اهل مصر.